سهرا على إنجاح شهادة البكالوريا، استقبلت ثانوية مليئة حميد بتلمسان ممثل النقابة الوطنية للقضاة الذين شرحوا ما جاء به قانون العقوبات بخصوص ظاهرة الغش، محفزين الطلبة على أهمية النجاح بنزاهة. النقابة الوطنية للقضاة يعني دخلت في المسار الوطني من أجل خوض غمار الحملات التحسيسية من أجل توجيه للطلبة الأعزاء نصائح وإرشادات حول الغش في الإمتحان أخطاره وفوائد النزاهة والمصداقية في الامتحانات. من موقعنا نتمنى لجميع أبنائنا التوفيق والاجتهاد إن شاء الله والنيل هذه الشهادة بجدارة واستحقاق. تلميذات الثانوية وبعد الاستماع لتدخلات القضاة ناقشنا القانون وأجمعنا على ضرورة الاستعداد الجيد لهذا الامتحان المصيري. استفدت لأنك عندي سؤال كنت نسقسيه من طويل الأمد أني علاش خصني ما نغش علاش زعما اش غادي يصرى والسؤال تاعي متجاوب عليه الحمد لله. بالنسبة للقاء اليوم كان لقاء جيد، تعلمنا بزاف صوالح. كما قال من غشنا فليس منا. استفدنا بزاف صوالح وعرفنا بلي الغش حاجة ماشي مليحة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وشكر كبير للطاقم الإداري والتربوي. إعادة الاعتبار لشهادة البكالوريا التي تعد أولى خطوات المستقبل لشبابنا، يبقى الرهان الأكبر لهكذا فعاليات.